أصدقائي الأعزاء، صباح الأنوار، صباح السرور، صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا المسيح خلال هذا الصباح من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، كعنوان الأخوت. الأخوت أئمتي قدوتي. تقول عمو عجيب أمور غريب قضية. قلت لها خير إن شاء الله. قالت أريدك تكتب الموضوع بعنوان أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أستغرب. قلت لها شلون يعني احكي لنا. قالت هذا السيد الطالقاني كنا قبل نسمع تسجيلاته وأحاديثه يتحدث كله بالإنسانية، ولكن من شفت هذا التصوير أو هذا المقطع شوف شلون متكبر ما يسلم على الناس، رجل كبير بالسن مد إيده ما يصافحه، تقول أنا بشهر الثالث، يعني هاي السنة هسه بشهر الثالث، راحت أمي بشركة الفتح للحج والسياحة، يعني تقول من المنصور الكويت راحت للعمرة. تقول من جدي تسولف لنا تقول لنا هذا السيد الطالقاني اللي كنا نسمعه ويحكي بالإنسانية ويحكي بالأخلاق. تقول أبدا هناك ما يتحاكى ولا أبدا. تقول إمام زمانه، يعني الإمام رقم 13. زين تقول كأنما قائد ثورة. قلنا شلون يمه؟ قالت هاي السيارات التاهو يراكب بها وما يتحاكى وما يتكلم ويا أحد وشايف نفسه فتشي. تقول مع كل الأسف انغشينا فيه، كنا نسمع أحاديثه. والباك عليك أستاذ، أنت أريدك تكمل الموضوع لأن أنا حقيقة ما أرتاح لك منك. أولا أختي أنا أشكرك جزيل الشكر على اتصالك وعلى طرحك هذا الموضوع. إحنا أختي هم نعرف هذا كل زين، يعني نعرف هذا الرجل كل زين. هذا فقط يبيع حيوات، يبيع رسميات، يسوي نفسه إنسان متدين ويسوي نفسه قد هو فد علامة ويحكي بالأخلاق ويحكي بالقيم، في حين نعرف تصرفاته بالعمرة شي يسوي ما يسوي. عندنا معلومات عليه، عندنا أصدقاء يكون شركة الفتح وحكينا، إحنا حكينا ويا شركة الفتح قلنا لهم هذا ليش يجي؟ قالوا شو نسوي؟ ماكو غير نجيبه، واكثر الناس تحبه من يطلع بالمحاضرات وهذا ونجيبه. هسه شوفوا يا اخوان، انا ما اعلق لكم عليه، شوفوا صوته، شوفوا هذا التسجيل، رجال كبير يمد ايده ما يتصافحه. على كل اخوان ما اريد اطول عليكم، احنا انغشينا بهاي العمامه حقيقه. اكو عمائم نظيفه، اكو عمائم يعني تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحقه حقيقه، ولكن هذا الانسان هذا مراوغ ودجال ومنافق. نقول لكم مع الف سلامه، يعني نضطر ان نقول لكم مع الف سلامه.